قبل لا نبدي نذكركم طلابنا الاعزاء، انت حاليا هذا الكورس اللي داخله هو اساسيات في ماده الترجمه، مدخل لماده الترجمه، تتعلم اساسيات، معلومات حلوه عن ماده الترجمه. يعني مو معناها انت من دخلت هذا الكورس روح خلاص افتح مكتب مال ترجمه وصرت مترجم. لو كلها كان خلاص كل من دخل كورس مع الترجمة بسادس إعدادي صار مترجم، لا، أنت حاليا راح تتعلم أساسيات الترجمة وتحتاج من عندك تعب، قراية، سهر، قراءة كتب، ترجمة، أخطاء، تتعلم، تمارس، كل هذه الأمور لازم تسويها حتى تتعلم مادة الترجمة. فعدنا اليوم زمن المضارع البسيط وراح نتعلم إن شاء الله شلون نترجم بزمن المضارع البسيط. شوفوا واكتبوا لي ملاحظة، لا يوجد هنالك قاعدة شاملة لترجمة زمن المضارع البسيط. ولكن هنالك بعض التراكيب التي سنأخذها لكي نتعلم الترجمة، ومن هذه التراكيب ومن هذه التراكيب هي. يلا هسه انتبهوا وياي، راح اكتبكم ملاحظات دائمه وعلى على المواضيع. Water consists of hydrogen and oxygen. يتكون الماء من الهيدروجين والاكسجين. طبعا هنا مثل ما تلاحظون بدينا بفعل يتكون الماء من الهيدروجين والاكسجين. شوف مضارع، ما قلنا تكون، قلنا يتكون لان مضارع بسيط، حقيقة، حقائق. The earth revolves around the sun. تدور الأرض حول الشمس. ما قلنا دارت أو سوف تدور. تدور الأرض حول الشمس. مضارع بسيط. The gold is a shining metal. الذهب معدن لامع. خالد runs a factory. يدير خالد مصنعا. كلمة runs معناها يركض أو تجي بمعنى يدير حسب السياق مالت الجملة. خما هنا أقول خالد يركض المصنع، لا أقول خالد يدير مصنعا. علي زبيكا يعمل عليا خبازا أو علي خباز، منهم صح. The sun rises in the morning. تشرق الشمس في الصباح. A tree grows and leaf. تنمو الأشجار وتورق. Man is mortal. الإنسان فاني. فان. طبعا هنا كلمة man معناها الرجل. فأني إذا أريد أترجم أقول الرجل فان بمعنى أن فقط الرجل هو الفاني. لا. هنا man is mortal بمعنى الإنسان فاني. يعني قلنا عممناها شوية. لأن هسه إحنا هسه خلينا نترجمها على العربي. Man is mortal. الإنسان الرجل فاني. يعني هل إحنا نقول باللغة العربية الإنسان فاني؟ نقول بالعربي هيك إحنا الرجل فاني؟ يعني حتى السياق مو راهمة. دائما قلت لك بعد ما تترجم اسأل نفسك سؤال، إحنا نقول هيك بالإنجليزي؟ اسأل نفسك هذا السؤال، إحنا نقول هيك بالإنجليزي العربي؟ Man is mortal. الرجل فاني؟ لا احنا ما نقول الرجل فاني، ماكو جمله بحياتي شايفها باللغه العربيه الرجل فاني، فقلنا الانسان فاني، man is mortal. طيب انطيكم خمس دقائق اتفضل. بالضبط، يعني حسب سياق الجمله ما يصير اترجم ترجمه حرفيه.
شوف دائما قلت لك اني من هو المتكلم استاذ شهاب، دائما استاذ شهاب قلت لك اسال نفسك سؤال، هل اني اقول هيجي باللغه العربيه بعد ما ترجم مان از مورتال الرجل فاني، هل اني اقول باللغه العربيه الرجل فاني؟ لو اقول الانساني الانسان فاني، دائما لازم تسال نفسك هذا السؤال. يلا هذن عندنا 10 جمل، يلا ترجموا لي اياهن، ترجموا لي اياهن، ولا بأس اذا استخدمت كلمه من الجوجل عادي، ولكن ممنوع منعا باتا تستخدم الجمله كامله، اصلا حتى لو تستخدمها بالجوجل راح تجيك ترجمه غلط. يلا ورقة وقلم، كيف ترجموا لي ذني 10 تنكون ترجموا لي يعني هسه اعطيكم وقت تترجمون بورقة، المهم انت الترجم. الجملة رقم 1 people inhale oxygen and exhale carbon dioxide. نعم يلا من يترجمها؟ اوكي خلينا نشوف ايدن ورمنو اديان، يس اديان ايش غاز؟ هو الاكسجين غاز؟ لا مو غاز، من يقول غاز؟ يعني هسه هذا الاكسجين هذا غاز بالهواء؟ لا مو غاز، من قال ايش غاز؟ لا هذا مو غاز، ما يصير تقول يستنشق الإنسان الأكسجين ويطرح ثنائي أكسيد الكربون. طبعا ما يصير نقول الناس، يعني ما يصير نقول الناس، راح نقول البشر أو الإنسان. يستنشق البشر الأكسجين ويزفر ثنائي أكسيد الكربون بدون ثم، ليش ثم آند ويزفر ثنائي أكسيد الكربون. يستنشق البشر الأكسجين ويزفر ثنائي أكسيد الكربون. مناز براذر أونز أ هاوس إن عمان. يس ميسا صح. تبارك الثالثة يذوب الملح في الماء. أحسنتي. قبل لا ترجموا لي رقم 4، قبل لا ترجموا لي رقم 4 أريد أسألكم سؤال، كلمة إن شنو معناها؟ في داخل، في الداخل، تمام؟ يعني من أقول I am in the house يعني أني في وسط البيت، من أقول I am in the car أنا في داخل السيارة، من أقول the pen in the book يعني القلم في داخل الكتاب، تمام؟ إذن الان معناها داخل الشيء. طيب الآن رقم 4، إذا تقول glass breaks in contrast with iron ينكسر الزجاج في ال، شلون ترجمون رقم 4؟ يس ميسرة شلون يعني مغايرة؟ يعني بالعربي، بالعربي احنا نقول هيجي، ما انا قلت لك اسالي نفسك، اسالي نفسك سؤال، ينكسر الزجاج مغايرة بالحديد؟ شنو يعني؟ نقول هيجي بالعربي احنا؟ اكو جملة باللغة العربية هيجي؟ ما
مقارنة مع الحديد، ينكسر الزجاج مقارنة مع الحديد؟ لا، وراهم. نعم سام. يعني المعنى مو راهم هنا، ينكسر الزجاج على النقيض بالحديد. ليش ما نقول ينكسر الزجاج بالحديد؟ ينكسر الزجاج بالحديد. بس واحد يسألني يقول لي استاذ ليش ما نقول glass breaks in iron؟ ليش ما نقول هيك؟ ليش قلنا glass breaks in contrast with iron؟ من يقول لي شنو السبب؟ إذا قلت glass breaks in the iron معناها شنو؟ معناها الزجاج ينكسر في داخل الحديد، لأن احنا قلنا إن في داخل الشيء. فأنا ما يصير أقول glass breaks in the iron، غلط. إذا قلت الزجاج ينكسر في الحديد، هنا الإن معناها في داخل الحديد، فهنا الترجمة راح تكون glass breaks in contrast with iron. يعني هو شوف كلمة in contrast يعني خلينا نقول بالتضاد، مضاد. خلينا نقول الزجاج ينكسر مضادا للحديد أو بالحديد، يعني بمعنى أن الزجاج ينكسر إذا ضد أو إذا تضاد أو إذا تعاكس أو إذا قابل أو إذا لامس الحديد. هيك شيء نترجمها بلغة جميلة جدا أو أفضل، راح نقول ينكسر الزجاج بالحديد، يعني بمعنى أنه إذا اتصل أو إذا لامس الزجاج الحديد سوف يكسر. هيك يعني. يلا رقم 5. أم كريم عازفة. شنو يعني عازفة؟ عازفة شنو؟ عازفة جيتار، عازفة بيانو. وانا قبل شوية قلت لكم الوظيفة نقدر نترجمها، اكتبوها يمكن ملاحظة، يمكن ترجمة الوظيفة بطريقتين، يمكن ترجمة الوظيفة بطريقتين، اكتبوها يمكن ملاحظة، يمكن ترجمة الوظيفة بطريقتين. اولا من خلال ذكر الوظيفة، ثانيا من خلال استخدام الفعل يعمل. اولا من خلال كتابة اسم الوظيفة، ثانيا من خلال استخدام الفعل تعمل أو يعمل. فمثلا أقول كريم's mother is musician، والدة كريم، أم كريم، والدة كريم عازفة. يعني إحنا نقول باللغة العربية أم كريم عازفة، تعمل أم كريم عازفة موسيقى. تعمل أم كريم عازفة موسيقى، أو أم كريم عازفة موسيقى، والدة كريم، والدة كريم عازفة موسيقى. أو تعمل اثنينهم صح. Water freezes at 0 degrees centigrade. خلنا نشوف غير ميسرة وغير تبارك. يلا يا سيف، يلا يا سيف ترجم. يا سيف اكتب لي رسالة، صوتك مو واضح. عبيرة تقول درجة حرارة انجماد الماء هي 0 درجة سيليزية. عبير وينك سيليزية؟ ما عندنا سيليزية. وينك سيليزية؟ كلمة سيليزية منين جبتيها؟ ماكو. سنتيغريد معناها مئوية ليست سيليزية. أشهاب ينجمد الماء
عند درجة حرارة صفر مئوية. درجة حرارة انجماد الماء هي صفر درجة مئوية، صح؟ ينم صح، بس مو سيليزية، صفر مئوية يا عبير. يلا سبعة. My father works in pharmacy. يعمل والدي في الصيدلية. نعم، يعمل والدي في الصيدلية. يلا رقم ثمانية، من يدرج من ياها؟ يابا البقية شنو سالفتكم عيني؟ تعيش الحيوانات المفترسة على فرائسها، أو تعيش الحيوانات المفترسة على الضحايا؟ لا، مو على الضحايا، على فرائسها. على فرائسها أو على الفرائس، صح، تتغذى أو تعيش، صح. يلا رقم تسعة، من يترجم لي إياها؟ الإنسان أو البشر كائنات عاقلة. البشر كائنات عاقلة. البشر كائنات عاقلة. Hence lay eggs. Hence lay eggs. شنو معنى hence؟ يبيض. اكو تركيب احلى من يبيض. يضع الدجاج البيض. ليش الدجاجات؟ يضع الدجاج البيض. نعم، احسنت يا عبير، يضع الدجاج البيض. تضع الدجاج، لا، يضع الدجاج البيض. تضع الدجاجات، لا، ليش دجاجات؟ الدجاج. يضع الدجاج البيض. احسنت. يلا خلينا نترجم التمرين الثاني. Alligator is reptile. Alligator هو التمساح. Reptile يعني زاحف. التمساح هو حيوان زاحف، أو يعتبر تمساح من الزواحف. بتراء is in Jordan. تقع البتراء في الأردن. تقع مدينة البتراء في الأردن. A plant has root. plant نبات. root جذور. شلون نترجمها؟ تصير أقول النبات يملك جذور. لو شو أقول؟ النباتات لها جذور. ليش ما نقول للنبات جذور؟ للنبات جذور. للنبات جذور، أو للنبات للنبات لل يملك النبات جذورا. من ترجمها قبل شوي ما سمعته، شنو؟ لا، للنبات جذور أحسن. للنبات جذور. What is flammable؟ flammable، flammable يعني مشتعل. يصير أقول الخشب مشتعل، يشتعل الخشب؟ لا، يحترق. نعم، الخشب قابل للاشتعال. أحسنت يا رقية. البقية بس اسمعوا أخوتي، ما أوصيكم ولا لكم علاقة. جولتشي أريدك تصير حارس مرمى مرتب. حارس مرمى مرتب يعني شو اسوي لهم انا؟ ما تقول لي اجي اشحذ من عندهم؟ ايش هذا؟ اكثر من هذا اذا توسل بيهم وتوسل ما حد يشارك، لا بتعليق ولا هاي. واقفين اصنام 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 القريش. راح كل واحد انطي اسم من اسماء الاصنام. قالوا لهم يابا عش تعبدونه؟ ليش ما تعبدون رب العالمين؟ قالوا والله ما نعبدهم، وانما ليقربونا الى الله زلفى.
يا بعد ليش موجودين انتوا هنا بالدوره؟ والله احنا جايين على مود نتعلم. شنو تتعلم؟ اذا ما تشارك شنو وجودك اصلا؟ ما تشارك شنو وجودك بالدوره اصلا يعني؟ اذا انت ما تشارك ليش موجود ويانا اصلا؟ اذا هو انت صنم، اذا صنم لا يقدم ولا يؤخر ليش تعبده؟ ليش تعبده؟ انت ليش تشترك بالدوره يا اخي؟ ليش؟ اذا ما انت مالك واش تشترك وتستحي، ظل قاعد يم امك. ظل قاعده يم امك، اقعد بالبيت وبالمطبخ، ظل قاعده احتراما لاخواته. وانت ظل قاعد بالبيت، عش قاعد؟ عش مشترك بدوره؟ يا اختي هو شنو اللي ما تعرفينه؟ يعني ما تعرفين تقولين؟ ما هسه انا دا اترجم، يعني هسه انت ما تقولين. ما تعرفين تقولين على سبيل المثال. My father works in pharmacy، يعمل والدي في الصيدلية، هاي ما تعرفين ترجمينها. لا هنيالي هنيالي انت اذا انت طالب قسم انجليزي، قسم مو انجليزي، قسم فني، ما تعرف ماي فادر والدي وركس يعمل وفارمسي صيدليه، بس ترجم حتى لو خطا. قاعد لي واقف كانك صنم، عش قاعد؟ عش مشترك بالدوره؟ سيف اني اعرف، بس انت مشكله عندك بالمايك، شارك بالتعليقات يا اخي، مشكلتك بالمايك. طيب Eagles are birds of prey. اوكي ايش راح نترجمها؟ تعتبر نسور للصقور. هي النسور تجرح للصقور تجرح. دقيقة. نعم. بس دقيقة. أوكي. طيب birds have wings، للطيوري للطيوري او تملك الطيوري اجنحه، او للطيوري اجنحه، للطيوري اجنحه، اثنين صح. rats are rodents عذرا. تعتبر الفئران من القوارض، او الفئران وحيوانات، لا بس اعتقد ترجمه تبارك حلوه. الفئران من القوارض، تعتبر أو تعد، أعتقد كلمة تعتبر أو تعد صحيحة، أو إذا قلنا الفئران من القوارض صح، نعم صح، الفئران من القوارض أيضا صح. I walk for 2 miles every morning، أمشي مسافة ميلين كل صباح. بعد من عنده ترجمة أخرى؟ أسير مسافة ميلين، أو أمشي مسافة ميلين كل صباح صح. منى visits Europe every 5 years. تذهب منى إلى أوروبا كل 5 أعوام. كل 5 أعوام. 5 أعوام لو 5 أعوام. 5 أعوام. 5 لو 5. يختلف إذا من 3 وفوق يختلف العدد باللغة العربية. تزور منى أوروبا كل 5 أعوام. كل 5 أعوام. وليس 5. 5. أحسنتم. يتناول أحمد غداءه في المنزل. أحمد always eats. يتناول أحمد غداءه في المنزل. أحسنتم. يتناول أحمد غداءه في المنزل دائما. أحمد always eats lunch at home. دائما يتناول، لا دائما ما يتناول أحمد غداءه، أو عادة، عادة يتناول أحمد غداءه في المنزل. يتناول أحمد عادة ودائما غداءه في المنزل. يتناول أحمد
دائما غداءه في المنزل. صح، كلهم صح. يتناول أحمد دائما غداءه في المنزل. صح، دائما ذكرنا إحنا الظروف تقديمها تقديمها وتأخيرها مو مشكلة، وهاي ميسر إحنا أخذناها بالمرحلة الثالثة لما درستكم هذا المنهج وقلت لكم الظروف تقديمها وتأخيرها باللغة الإنجليزية ما لها دور، حتى باللغة العربية ما لها دور. Her classes begin at 9 a.m. تصير نقول صفوفها تبدأ، صفها يبدي، تصير نقول صفها يبدي في الساعة، ما هو جمع، شلون درسها؟ نعم، تبدأ دروسها في التاسعة، في الساعة التاسعة صباحا. تبدأ محاضراتها في الساعة التاسعة، في الساعة التاسعة صباحا. وتبدأ دروسها أو محاضراتها. أعتقد لو نقول محاضراتها أفضل، لأن إحنا ندري الدروس الابتدائية والإعدادية بيش ساعة يبدون دروسهم، 9 أو 8. إذن إحنا شرح نترجمها، نقول محاضراتها تبدأ، نعم، وإذا قلنا كلاسز شنو الفرق يعني شنو؟ عادي يصير مو مشكلة عادي. من هو هو الاسم؟ هو أنا مو مقتطفها من مقالة، يعني حبيت أقتطفها من مقالة، يعني مو إلا أقول اسمها يعني عادي ما له علاقة. ممكن احنا دا نذكر عن دا نتكلم عن شخص هو اوريدي احنا نعرفه او فتاة احنا نعرفها، وبعدين ذكرنا هذا كلاس بيجن ات 9 ام. ممكن انا مختطفها من جزئي، خوما احنا لازم ناخذ جملة مفردة ونعرفها عادي يعني. طيب المحاضرة القادمة، نعم دقيقة بس، المحاضرة القادمة راح يكون عندكم التمرين الثالث والتمرين الرابع والتمرين الخامس، هذين 3 تمارين راح يكون عليكم تحضير. الثالث والرابع والخامس ترجمونهن، ونجي هنا إن شاء الله نعيد ترجمتهن. مشكول الذمة اللي يترجم من جوجل أو اللي يأخذ من زميله. أنت جايين تتعلمون، تضحك على نفسك، تضحك على ضميرك، على شنو تضحك؟ أنت ترجم الكلمة اللي ما تعرفها استخدمها من جوجل، كلمة مثلا على سبيل المثال كلمة bad mental ما تعرفها، exchange ما عرفتها، عادي ترجمها، بس مو ترجم الجملة كاملة. زين ترجم لكم أول الجملة، أعتقد إحنا ذني ماخذين أصلا أغلبهم، أنا ماخذهم ماخذ من عندهم يعني أصلا قبل المدربين علينا. فالثالث الرابع والخامس راح يكون لكم تحضير، المحاضرة القادمة نحلهن إن شاء الله، و عدلوهن انتوا، تعدلون شنو الاخطاء اللي عندكم تعدلوها يعني. فان شاء الله المحاضرات القادمه نكمل، والملزمه